السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. النهاردة معانا فيديو جديد عن بيع الحمام اللحم. معنا مجموعة ما شاء الله، السلكات دي كلها هنبيعها إن شاء الله. الحمام كله شغال، فيه الأول شغل وفيه اللي شغال قبل كده، لكن يعني للأمانة أكتر حاجة شغالة من سنة اللي مكتوب عليه جديد ده. إحنا كنا بعنا الحمام ده وسكننا حمام مكانه كما جديد، أهو هتلاقينا كاتبين عليه جديد أهو، وهتلاقيني مرقم الأرقام كده على السلكة من 1 لـ20، يعني معانا 20 قص. في حاجة هنعملها علشان برضو تكون ريح برضو الزبون في الاستلام، وان هو لو حب يسكن الحمام ده في مكانه او في سلكات زي كده يبقى سهل عليه ان هو يسكنه. احنا هنلبس كل قص الدبل دي، انا معايا الدبل دي من 1 مسلسلة كده من 1 لحد 100، طبعا احنا هنستخدم منهم من 1 لحد 40، يعني بمعنى ايه ان هو رقم 1 ده هنلبسه دبلة رقم 1 و2، رقم 2 هيكون لابس دبلة 3 و4، وهكذا لحد ارقام 40. ده عشان افرجك على الحمام من داخل السلاكة قص قص، او انت تختار القص اللي يناسبك. بس قبل ما نبدأ ارجوك اعمل لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا ان شاء الله. وتعالى على طول نبدأ نشوف اول قص. اول قص بالنسبة لنا جديد، ده اول شغل يا جماعة، هنشوف تحته ايه على الطبيعة. معانا اهو القص، بسم الله ما شاء الله، تمام. تحته حصى، اول حصى، تمام. عشان تكون عارف اللي هو اول شغله، ممكن يحصل ان البيض يكون فارغ مرة، لكن ده طبعا كشفنا عليه الحمد لله عمران. ممكن يبيض بيضة واحدة، ممكن ما يرقدش، فهي ما تحكمش على شغل القص من اول شغله. احنا القص برضو رقم 2 جديد اهو، احنا كاتبين معاد الفأس في القص ده مع ايه. احنا قلنا هيفقس 15/4. ده شكل القص، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، جديد، هيلبس دبل رقم 3 و4. طيب القص رقم 3 زي ما قلت لك مفيش حاجة شغالة من اكتر من سنة، يعني بالكتير سنة. القص اهو بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، تحته حصى، هيفقس يوم 12/5، قرب يعني جدا. القص اهو يا جماعة، شوف حنية الحمام، البكر والنتاية راقدين في المحضن، راقدين على الحصى مع بعض، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. ده القص رقم 3، القص رقم 3 هيلبس دبل 5 و6، اهو ما شاء الله لا قوة الا بالله، البكر والنتاية اهو راقد على حصى، هيفقس يوم 18. على القص رقم 5 هيفقس، ده تقريبا فقس جديد، ده لسه قص جديد. رقم 5 هيلبس دبل 9 و10، ايوه فقس بيضة تحته هي، ولسه البيضة الثانية تقريبا، مش عايزين عشان ما عكسه عشان ما يدوسش على البيض ولا على الزغاليل. هذا القص بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، صاحب النصيب. رقم 6، القص رقم 6 جديد، نشوف كده، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ده حصى قبل كده، لكن ان هو ما عندوش خبرة اهو، الناس طبعا اللي بتخاف لو ما حدش خد القص ده، القص ده عاجبني هحتفظ بيه لحد ما يبيض عيش تاني جديد، ونشوف برضه هيعمل ايه. ده لو ما حدش يعني الناس بتخاف يعني. ده هيكون لابس دبل 11 و12 ان شاء الله. ده القص رقم 7 هنلبسه دبل 13 و14، البيض بتاعه هيفقس يوم 6/5، بسم الله ما شاء الله. القص ما شاء الله لا قوة الا بالله، رايد على حصى ان شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. هنا القص رقم 8، البيض بتاعه هيفقس يوم 15/5، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك اهو. طبعا الحمام خايف من ضوء الفلاش، حاول نجيبه من هنا. هذا الذكر اللي خايف ده، والنتاية رأدة على الحصى. ده هيلبس دبل رقم 15 و16. يبقى القص رقم 9 ده مش معانا، لان القص ده الباب بتاعه مفتوح فهو طار مع الحمام الشباب ده. على فكرة يا جماعة الحمام الشباب ده برضه هنبيعه ان شاء الله، اللي عايز الحمام الشباب ده او ان احنا نشغله، لو ما اتباعش برضه هنسكنه مكان الحمام اللي اتباع، هيشتغل على طول زي ما عملنا في الفيديو اللي قبل كده. يعني احنا كنا عاملين فيديو قبل كده في نفس المكان، فضينا السلكات دي اتباع اللي فيها وسكننا مكانها، او اتباع اللي اتباع وسكننا مكانه يعني.
هذا القصر رقم 10، البيض بتاعه هيفقس يوم 26/5. ده ما شاء الله اهو رائد على حسب في البدايه. شوف الذكر، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. تمام كده، رقم 10 ده هيلبس 19/20. دي بقى القص رقم 11، دي النتاية راقدة على حصى، ولا القص على بعضه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب ويرزقه منهم كل خير. القص رقم 12، البيض هيفقس 12/5. القص من جوه، ده القص اهوت، بسم الله ما شاء الله. ده القص يا جماعه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، اهوت ما شاء الله لا قوه الا بالله. القص ده هيلبس دبل 23/24. القص رقم 13 هيلبس دبل 25/26. هنشوف القص كده من جوه، ما شاء الله تحتيه زغليل، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. القص رقم 14 جديد، القص ده بيضة واحدة عشان تكون واضح الصورة، لكن لها سبب، وطبعا كسر البيضة لأني مفيش خبرة. أنا لما لقيت كده بشوف النتاية، مسكت النتاية لقيت عليها أربع ريشات، يعني لسه صغيرة، فده عادي، ده عادي بيحصل. لكن كون إن النتاية تبيض وهي عليها أربع ريشات، وطبعا البيضه باضت ممكن يكون كان عليها خمس ريشات، معنى كده ايه؟ معنى كده ان الحمايه دي عمرها 3 شهور وباضت، معنى كده ان السلاله دي كويسه، ان دي سلاله بتبيض من بدري، وده اللي نحكم عليه. ده ما يخوفناش ان هم قاموا من على البيضه، لكن ده يعرفنا ان السلاله كويسه. ده انا قصدت ان انا اوري لك المنظر عشان تكون عارف، لان طبعا ما تبصش للنقطه السلبيه بس ان هي باضت بيضه واحده، بص للنقطه الايجابيه. معانا هنا القص رقم 15، البيضه فقس يوم 28/4. هنشوف يعني معاه زغليل، هنشوف كده، بسم الله ما شاء الله، ده شكل الحمام. هنشوف الزغليل بتاعه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ادي الزغليل. يعني نشوف كده عمرها كام، عمرها نقول مثلا مش كتير، يعني نقول أسبوع ولا حاجة. نشوفهم كده مع بعض، الذكر والنتاء مع بعض، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صوت، هنلبسه دبل 29/30، القص ده رقم 15. نشوف القص رقم 16 هيفقس 12/5. نشوف الحمام، ما شاء الله الذكر والنتايه، بسم الله ما شاء الله، الحنيه اللي هو راقدين الاثنين في وقت واحد، دي الحنيه يا جماعه، لو حد منهم قام تلاقي الثاني فورا استلم البيض، ما شاء الله لا قوه الا بالله. تحتهم حصى زي ما قلت لك، هيفقس 12/5، هيلبسوا دبل 31/32. هنا معانا رقم 17، معاه زغليل، يعتبر زغليل كبيره. القص ده قرب يحصي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، هو هيلبس دبل رقم 33/34. القص رقم 19 هيلبس دبل رقم 37/38. البيض بتاعه هيفقس 15/5. شوف كانوا رائدين طبعا الاثنين مع بعض. نشوف شكل الحمام اهو يا جماعه، الذكر والنتايه، ده حمام شغال قبل كده مش جديد، خلاص يبقى الذكر والنتايه. نشوف كده، نحاول نشوف النتايه، هذا يا جماعه الحصويتين وده النتايه، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. معانا اخر قص رقم 20، هيفقس بيضه 27/5. البيض الجديد معاه بيض ومعاه زغليل، اهو يا جماعه ما شاء الله معاه زغليل. شايف الزغليل لسه صغيره ازاي؟ هذا الزغليل لسه ما كملتش الريش، ومعاها البيض الجديد اللي هيفقس 27/5. وده اخر قص معانا، وهيلبس دبل رقم 39/40، مكاني دمياطي القديمه، رقم موبايل 010-63-66-9413. الاماكن المتاحه الشحن فيها مش لأي مكان يا جماعة، الأماكن المتاح ليها الشحن القاهرة لموقف عبود أو موقف السلام أو الإسكندرية، إسكندرية تمام للموقف برضو، لأن احنا بنشحن في عربيات الميكروباص الركاب، عربيات الركاب، بورسعيد، المنصورة، الإسماعيلية، السويس، دول اللي ليهم الشحن سهل بالنسبة لنا، لأن لهم مواصلات مباشرة، غير كده مفيش مواصلات مباشرة من دمياط للمحافظات التانية.
لكن لقينا طريقه بنشحن بيها لمحافظه المنيا في عربيات نقل الموبيليا، وما زلنا برضه هنبحث خط الصعيد بس هيكون في عربيات الموبيليا، لكن الموضوع ده بيكون صعب بالنسبه لي فانا ما بفضلوش. يعني بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.